نعم. هذه الانتخابات تحمل سمت بالفعل مختلف من جوانب كثيرة، يعني نشهد حراك سياسي للأحزاب في الشارع، يعني لأول مرة من فترة أو من زمن بعيد أيضا الأحزاب نراها مرة أخرى. نعم. ممثلين عنها، هل بعد هذه الانتخابات وانقضاء الانتخابات وإعلان الفائز، هل ستعود مرة أخرى الأحزاب إلى السكون ولم نعد نسمع عنها، أم سيزال هناك حراك في الشارع المصري وسنرى يعني تصرفات أكثر وأفعال وتفعيل لدور الأحزاب في الشارع المصري في رأيك؟ أتصور يعني إحنا دائما تعودنا واستمرأنا جلد الذات ويعني كيل الاتهامات للأحزاب، ولكن يعني التجربة الحزبية في مصر إذا ما قرنت بأعرق الديمقراطيات في الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا فيها عشرات الأحزاب، ورغم ذلك التنافس مع حزبين، حزب الديمقراطي والحزب الجمهوري مع الفيل والحمار، فأتصور أنه ذلك التداول في السلطة ما بين مرشحي الحزب الجمهوري والديمقراطي يعني لا يشكك في هذه الديمقراطية، والأمريكي لا يعرف عشرات الأحزاب. إذا إن كان في مصر ما يربو على 100 حزب تحديدا 104 حزب، لكن الذي له رصيد وتواجد في الشارع أحزاب إن كانت تعد على أصابع اليد الواحدة فأهلا وسهلا، وهذا يعني لا تثريب عليها، وكل الأحزاب مدعوة للمشاركة وإلى التنافس وإلى أن تكون لها هذه القواعد الجماهيرية. وتصور أن مؤسسات الدولة عندما وقفت على مسافة واحدة، سواء كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أو سواء كان وسائل الإعلام أو سواء غير ذلك من مؤسسات، بهذا يعطي فرص لهذه يعني الأحزاب لمزيد من المشاركة. ولكن كما يعني ذكرت في البداية أن هذه المشاركة وتلك النجاحات التي تحققها الأحزاب يستلزم منها يعني نجاحات على مستويات يعني أقل حتى يثق الناخب فيها في كل الاستحقاقات، سواء كانت استحقاقات يعني برلمانية رئاسية إلى غير ذلك من أمور. يعني كما ذكرت بالفعل يجب أو يتوجب على الأحزاب أن نرى الحراك السياسي بعد أو فيما بعد الانتخابات الرئاسية ويشعر بها المواطن لكي تكون ذو رصيد عندما تأتي الاستحقاق القادم.